فضيلة الشيخ، سمعت من بعض دعاة أكثر من مرة يقول إن الناس يعني قد ضعف عندهم التوكل، وذلك يعني أنك لو سألت شخصا يعني أراد السفر وقلت له عند من تنزل، يعني عند وصولك يعني إلى المنطقة التي تريد، يقول عند قريبي، فيقول فتقول له إن لم تجد قريبك، فيقول يعني معي مال أنزل يعني في فندق أو في شقة أو غيره، فيقول إن ضاع المال فيقول الله أنزل، يعني يقول الله يسهل الأمر، فيقول هذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثالثة، فهو يعني ضعف في التوكل. وهذا يا فضيلة الشيخ ترى كثير وموجود، وأمثال هذه الكلمة يعني متداولة عندهم كثير، وهم الذين قد سئلت عنهم في الحلقة الماضية في الجلسة الماضية. أقول إن من الآفات أن يتكلم الإنسان بشيء لا يبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتصور الحق باطلا أو الباطل حقا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه المعلوم أنه جائز، فإذا قيل المسافر كيف تسافر إلى من تذهب، قال أذهب إلى قريبي، فإن لم أجد فمعي دراهم أنزل الفندق، فإذا لم يكن معي عندي قريب ولا معي دراهم فسيسر الله الأمر. أليس في هذا شيء من ضعف التوكل؟ لأنه في الأول اعتمد على أسباب من ظاهرة معلومة، فإذا فقد هذه الأسباب فقد علق الرجاء بالله، حتى في اعتماده على أسباب معلومة هو في قرارة نفسه أن الله هو الذي يسرها له، هو الذي سهلها عليه، ولولا تسير الله تعالى ما تيسر. ولا يعني ذلك أنه جعل الله في المرتبة الثالثة، بل هو بيّن الأسباب المعلومة المحسوسة، وإذا تعذر فالله تعالى سيسر الأمر، وليس في هذا شيء أبدا من نقص التوكل أو ضعف التوكل.